مطلق بن علي العنزي. شكرا شجاع العتيبي. أيها الإخوة المتابعون عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير، تحية مسائية استثنائية في هذا المساء الرئيسي، في هذا المساء بحضور رفيع المستوى، ومع هذا الختامي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. انطلق متابعينا مشاهدينا الكرام قبل لحظات شوطنا الرئيسي المفتوح، الشوط الخاص بالزمول المفتوح، أقوى وأعنف في زمول الخليج تجتمع في هذا المساء في هذا الختامي الكبير على الخنجر الرئيسي المفتوح، ومع 8 كيلومترات مع هذا المسار. أنا جيت صوب الدار حب وطناخة راس، وتشاويت كل جهودي وصوت تعليقي، أم إن المقام أكبر من الماقف الحساس، ولنا الغلا متوزع في معاليقي. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذا هو الانطلاق الموفق إن شاء الله لهذه الشعارات الكبرى. أبدأ مباشرة مع الشعار الأدعم الكبير الذي انطلق وحقق رمزين متتاليين، رمزين ذهبيين، أهداهما سالم بن فران المري الذهبي لعشاق الأدعم، لعشاق هجن الشحانية. انطلاقة هذا الاسم الكبير في هذا الشوط المفتوح، هذا هو اللي بالمركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط. هناك أطلس على المركز الأول لهجن الشحانية، يقوده الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المتابعة والتضمين. المركز الثاني الشعار التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الرئاسة، وهذا هو عالي بالمركز الثاني، يحمل شعار هجن الرئاسة العملاق الحاضر المشارك هنا في دار آل ثاني الكرام. مرحبا بكل أشقانا، مرحبا بكل الخليجيون الذين حضروا هنا في هذا الكرنفال والعرس التراثي الكبير. اجتمع الخليج، أبناء الخليج جميعا من الإمارات ومن السعودية ومن سلطنة عمان الحبيبة ومن الكويت ومن البحرين ومن العرب ومن العالم، اجتمعوا هنا في هذا المهرجان الكبير. يا سلام المركز الثالث، نتابع شعار هجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشعاره على ظهر السمح لهجن العاصفة عند غياث الهلالي. وصل الذهبي يا أخواني، الليلة الذهبي غير، ما شاء الله تبارك الله، خطف له رمزين اليوم ويبغي الرمز الثالث المفتوح. يا سلام، عجيب عجيب سالم بن فران يا أخواني، عجيب الليلة وأداء عجيب وعرض عجيب الليلة، هذا هو الناموس يا سالم. واليوم سالم بن فران الذهبي، الذهبي يقدم العجب العجاب يا متابعين، يا عشاق، يا عشاق الأدعم. هنا الناموس، هنا الانتصار، هو هنا تحقيق الفوز. إذن عجيب لهجن الشحانية مع سالم بن فران المري. المركز الرابع العاصفة، العاصفة بهذه اللحظات مع المركز الرابع مع السمح لهجن العاصفة عند غياث الهلالي. المركز الخامس يحمل الرقم 5 وهذا جدلان أيضا بشعار هجن العاصفة العملاق عند غياث الهلالي. هذا هو نداء الأول متابعينا مشاهدينا الكرام لهذه المجموعة. مثلث برمودا يجتمع في هذا الشوط يا أخواني، المثلث الخطير، المؤسسات الكبرى، هنا المتعة والإثارة لكل أبناء الخليج. الشحانية شوفوها موجودة، والرئاسة موجودة، والعاصفة موجودة، والمتعة حاضرة معنا يا أخواني. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. إذن الشعار الأدعم في هذه اللحظة ينطلق بالمركز الأول مع أطلس على مقدمة الشوط. على المركز الأول يقوده الشبل جابر بن سالم بن فران، هذا الشبل من ذاك الأسد مع هذا الاسم يقدم هذا البطل. على المركز الأول أطلس، المركز الثاني عجيب أيضا مع سالم بن فران المري، المركز الثالث
نتابع المركز الثالث عند بن زيتون، هذا عند بن زيتون اللي بالمركز الثالث وعالي الهجن الرياسة، ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري في المتابعة المركز الرابع. المركز الرابع والمركز الرابع والخامس لهجن العاصفة، وهذا جذلان وهذا لافي، وعند هجن العاصفة وعند غياث الهلالي راحت الموقع. وين يا شباب؟ الموقع عند لوحة أربعة، راحت 4 كيلومترات طويت سريعا مع هذه الأصايل، مع هذه السبق، مع زمول الناموس وفحول المستقبل إن شاء الله. هذه أشواط الزمول، اليوم هو يوم رئيسي لعشاق الأصالة، للمضمرين الكرام، اليوم هو يوم إثبات الوجود يا سالم، اليوم يوم رئيسي وحضور غير لسمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الناموس غير عاد، الناموس غير. أعود إلى المركز الأول، إلى عجيب 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 على المركز الأول، يحمل شعار هجن الشحانية. على المركز الأول عند سالم بن فران المري بدأ غياث الهلالي، بدأ غياث الهلالي يا أخواني، بدأ غياث الهلالي بالتخطيط عند لوحة 3 كيلومترات، بدأ شعار هجن العاصفة العملاق بالضغط على عجيب والضغط على أطلس. يا السلام، أطلس وعجيب وجاهن جدلان. على المركز الثاني يحمل شعار هجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وبمتابعة غياث الهلال للمركز الثالث. المركز الثالث هنا أطلس لهجن الشحانية عند المضمر جابر بن سالم بن فران المركز الرابع لهجن الرياسة، وهذا اللي بالمركز الرابع عالي لهجن الرياسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس رقم 7 على المركز الخامس وهذا شاهين لهجن العاصفة عند غياث الهلالي. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، اللي بعد المراكز الخمس أسماء عملاقة، لكن خلونا نحن معلقين مصرح لنا بإعلان المراكز فقط، المراكز الخمسة الأولى. وخلوني مع عجيب اللي راح يا بن حضير عجيب على المركز الأول على الصدارة، انطلق في هذه اللحظات على المركز الأول. عجيب على المركز الأول ينطلق هذا الاسم عجيب الهجن الشحانية مع سالم بن فران الذهبي 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 الذهب عند خط النهاية على المركز الأول. المركز الثاني جدلان لهجن العاصفة عند غياث الهلالي، والشبل وصل، الشبل وصل بين قوسين أطلس، هذا خطير. والمركز الرابع هذا الحوت، هذا محمد بن خالد العطية على المركز الرابع مع الجث جاث على المركز الرابع، يحمل الشعار الأدعم وبمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس هذا عجيب الرياسة وصل يا أخواني، هذا اللي رشحوه الشباب، هذا اللي رشحوه رقم 20، هذا خطير يحمل شعار هجن الرياسة العملاق ضيف الميدان، هذا الشعار الكبير. مرحبا بهذا الشعار وعشاقه. هذا هو على المركز الثالث رابع عجيب لهجن الرياسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس العاصفة تقدم من منذر لهجن العاصفة عند غياث الهلالي. وأعود إلى المركز الأول، خلاص اقتربنا يا أخواني من خط النهاية، من الذهب. هل سيحقق ثلاثية سالم بن فران المري أو الأدعم، أم سيحقق شعار هجن الرياسة؟ هذا الشوط الرئيسي المفتوح في هذه اللحظات. عجيب على المركز الأول لهجن الشحانية، وعجيب قادم، وأيضا على الجثجاث قادم عند محمد بن خالد العطية. روح يا سالم، روح إلى الناموس، روح إلى الناموس. الرئاسة قادمة والعاصفة قادمة أيضا مع منذر على المركز الرابع، ولكن عجيب افتتح الكيلومتر الأخير مع هذه اللحظات. الذهب يا بن فران، الذهب
الذهب، الرئاسة قادمة باسمين عملاقين بمنذر وعجيب، وأيضا غازي. قلت لكم عجيب غير عجيب المرشح، وصل. روح يا بن فران، روح إلى الذهب، روح إلى الذهب، إلى الذهب، إلى الذهب. أدعم 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 أدعم. هذا هو عجيب، هذا هو سالم بن فران المري، يحقق ثلاثية بالشعار الأدعم مع عجيب. حيوا يا شباب، حيوا حيوا عجيب. الذهب ثلاثية للشحانية، ثلاثية للأدعم، ثلاثية يحققها هذا الذهبي اليوم، يوم الذهب. أيها الذهبي، أيها العجيب، أيها المثير، سالم بن فاران المري يضرب بيد من حديد في هذا المساء، محققا ثلاثة رموز ذهبية مع الشعار الأدعم. أدعم. تهانينا تهانينا والناموس لجنة الشحانية على فوز عجيب بالخنجر الرئيسي المفتوح مع شعار لجنة الشحانية. المركز الثاني، المركز الثاني النايف لجنة الشحانية. المركز الثالث عجيب لجنة الرئاسة. المركز الرابع، المركز الرابع وصل الجثجاث لهجن الشحانية. والمركز الخامس، المركز الخامس غازي لهجن الرئاسة. التوقيت الزمني لحظة وصولي عجيب إلى خط النهاية 12 دقيقة 7 ثواني 54 جزءا من الثانية. المركز الثاني النايف لهجن الشحانية عند فاران بن محمد بن قريع. التوقيت الزمني 12 دقيقة 12 ثانية 37 جزء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث عجيب لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 12 ثانية 45 جزءا من الثانية. انتهى الشوط الرئيسي المفتوح للزمول وسيف المهرجان.